الجنتلمان كابتن حلمي طولان. اهلا وسهلا. يعني عليك وانت بتقول جنتلمان. لا احنا سعداء ان احنا بنتفرج عليه دايما. يا رب خليك. وجوده دايما شرف لينا. الله يكرمك، ربنا يخليك ليا. الله يخليك كابتن. ما لديك اما فيما يخص اللائحة فقد اجلنا النقاش فيها للغد، الحلقة كاملة عن لائحة النادي الاهلي، اتفضل. تمام، يعني خلينا نتكلم في اللائحة بكرة، لان يعني من الواجب ان احنا لكن نديها حقها ما لها وما عليها دون ظلم. ده حقيقي بالفعل. خلينا نقول اخبار الاهلي الفنية سريعا. يعني الاهلي وصل صباح الاربعاء لتونس او دور الاربعاء، كان في مران خفيف في تونس، يعني المران قبل الاخير قبل موقعة الترجي التونسي في 9 مساء الجمعة القادمة. الاهلي ادى مران، كارتيرون طالب مايكل ليدمان مدرب الاحمال بتخفيف الاحمال البدنية يعني خوفا من الارهاق. كان في كمان فقرة مران في الجيم حوالي نصف ساعة، لكن التدريب الفني كان في بعض الجمل الفنية والتكتيكية، كان في تدريبات خاصة على الكرات الثابتة، وكان في تعليمات فنية يعني هجوم النادي الاهلي. كارتيرون كمان طالب لاعبي النادي الاهلي بالتركيز واستغلال كل الفرص امام الترجي، يعني هو راجل كمان يعني كان واضح عليه الحزن من اضاعه العديد من الفرص امام النجم اللبناني في البطوله العربيه. هو اكد للجميع ان يعني يجب استغلال كل فرصه في مباراه الترجي، اكد على صعوبه اللقاء وسط الجماهير التونسيه، لكن في نفس الوقت اكد على ثقته في لاعبي النادي الاهلي وان هو جاء الى تونس للفوز وحصد 3 نقاط. طبيب النادي الاهلي الدكتور خالد محمود اكد على يعني ان عمرو السوليه جاهز للمشاركه امام الترجي التونسي، وشارك فعلا في مران الاربعاء، وان كان كارتيرون قال ان هيتحدد موقفه النهائي يعني بعد مران الخميس. هو قال ان هو مش هيشارك في اللقاء غير لما يتاكد من جاهزيته 100%. عمرو السوليه يتحدد موقفه عقد مران الاساسي يوم الخميس في ملعب المباراه في ملعب رابس. كابتن محمود الخطيب يعني رئيس البعثه اتمنى على سلامه احمد فتحي بعد الحادث اللي تعرض ليه، واحمد فتحي بالمناسبه شارك في مران الاربعاء يعني فت تماما، ما فيش اي مشكله، احمد فتحي جاهز للمشاركه في اللقاء بشكل كامل. كذلك كابتن محمد يوسف القائم باعمال مدير الكوره يعني اشاد بمجهودات الكابتن سمير عدلي التونسي اللي سافر قبل بعثه الفريق بيومين، والحق يقال للراجل بصراحه كان يعني كل الترتيبات من اقامه وفنادق وملاعب تدريب، راجل يعني بصراحه فاد النادي الاهلي كمان بالتنسيق مع السفاره التونسيه السفاره المصريه في تونس. هيكون في مؤتمر صحفي الخميس بحضور كارتيرون وشريف اكرامي قبل مباراه الترجي يعني طبقا للوائح الكاس. بينما في القاهره مؤمن زكريا شارك في مران المستبعدين، يعني حضرتك عارف ان مؤمن زكريا تم استبعاده من قائمه الفريق لمباراه الترجي، اليوم شارك في مران المستبعدين في القاهره، بينما غاب حسام عاشور، وغياب حسام عاشور لاسباب خاصه وقدم اعتذاره للجهاز الفني، ما فيش اي مشكله. بالنسبه لمحمد الشريف واحمد علاء يعني تردد في الفترات الاخيره عن يعني نيه الاهلي اعارتهما، تواصلنا مع المسؤولين، الاهلي رفض تماما فكره اعاره محمد الشريف واحمد علاء، محمد الشريف الواسد من وادي دجله واحمد علاء الواسد من الداخليه، فالنادي الاهلي تاكد بتمسكهما في الفتره القادمه. كذلك الاهلي يعني بعد قبول استقاله هاني رمزي من منصبه كنائب مدير قطاع الناشئين، الاهلي بحث عن بديل ليه في قطاع الناشئين. بينما عندنا ازمه بسيطه بخصوص او مش بسيطه خلينا نقول هي يعني زادت على او ظهرت على صفحه الفتره الاخيره بعد سفر ريتشارد وصلاح. يا احمد خليك موضوعي واتق الله يجمع لك مخرجا، اتق الله يجعل لك مخرجا. الاهلي مقلوب راسا على عقب على الاثنين اللي هربوا ايطاليا، تقول لي ازمه خفيفه. انا قلت ازمه خفيفه يا استاذ احمد، هي اللي ظهرت على الصفحه. يا استاذ احمد الدنيا مقلوبه يا استاذ احمد على العيال اللي هربت ايطاليا، هو نحط على الزمالك نار وننفخ على الاهلي يا جماعه؟ لا 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 بالعكس خالص، انا بوضح الامور بكل مصداقيه. لا فعلا في ازمه، انا بختلف مع المراسل بتاعي على الهوا، اسمها ازمه طاحنه والاهلي مقلوب. خصوصا كمان خلينا ازيد لحضرتك يعني بعد هروب حمدي عبد القادر قبل الستارت اب راج تشيكي يعني في حوالي على ما اتذكر في فبراير 2018 بدايه العام تعاد او تم تكرار هذه الازمه بعد هروب او سفر ريتشارد وصلاح الدين التعاقد للنادي الاهلي، تعاقد معاهم في سبتمبر 2016 من نادي شرم الشيخ مواليد 2002، الاثنين عندهم 15 و16 سنه،
نادي الاهلي فوجئ ان حتى يعني قبل سفرهما لودينيز الايطالي ما فيش اي عقود تربطهم بالنادي، ومجرد استماره فقط او كارنيه، وبالتالي ما فيش تعاقد، هما الاثنين معاهم الجنسيه الايطاليه، وبالتالي سافروا مع والديهما ومتواجدين في اودينيزي، ما فيش تعاقد حتى الاهلي، وازمتهما هي الشغل الشاغل حتى الان. وبالتالي اعتقد في الفتره القادمه قطاع الناشئين هيكون في اعاده لترتيب الاوراق للتاكيد على ان كل اللعيبه قبل ما يعيدوا الترتيبات. والنبي عايز اسمع حسابات مصر المقصرين عملوا لهم ايه يعني. اعتقد الكابتن محمود الخطيب لن يتهاون في ذلك، وفعلا اكد قبل كده ولجنه الكوره بالتحديد، ودي من معلوماتي، اكدت على ضروره وجود تعاقد مع كل اللاعبين صغار السن حمايه لحقوق النادي الاهلي حتى فيما بعد، علشان شكرا بعد سفر حمدي عبد القادر لسبارتا براج التشيكي. اخيرا الاهلي